السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل طاعتكم، يسعد لي صباحكم عندنا وعندكم مساءكم في هذا اليوم الكريم. اليوم راح أتكلم معكم إن شاء الله العزيز الجبار عن أحكام سجود السهو بناء على طلب الكثير من المتابعين، راح نفصل فيها، لأن البعض من المتابعين يسأل عن حكم سجود السهو وهل هو واجب وشون أسجد سجود سهو ومتى أسجد سجود سهو، راح نفصل فيها الحين إن شاء الله. شيء من نعم الله عز وجل علينا أن جعل الإنسان إذا سهى في الصلاة بس ما ترك ركن أو ترك شرط من شروط الصلاة يجبر هذا بسجود سهو سجدتين يسجدهما قبل السهو. إمامنا وقدوتنا النبي عليه الصلاة والسلام سهى في الصلاة الرباعية صلاها ركعتين ناسيا عليه الصلاة والسلام، صلى عليه الصلاة والسلام الرباعية صلاها ركعتين واتكى قام واحد يكنون يعني لفون ذو اليدين، قال يا رسول الله أن صليت فينا ركعتين، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة حق ما قال ذو اليدين يعني كلام صح ذو اليدين إني أنا صليت رباعية ركعتين، قال نعم، رجع النبي وكمل ركعتين وسجد سجدتي سهو. فسهو النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته رحمة لنا حتى يعلمنا كيف نسجد للسهو السجدتين قبل السلام إذا نقصت، بعد السلام إذا زدت. علماء قال لو سجد على طول قبل السلام أسلم، يمكن وراك ناس جهلة ما يفهمون الفقه، فأنت إذا سلمت وتسجد ناس قاموا لا اسجد قبل السلام. فالأسلم للإنسان عادة أيها الحبة الأكارم أنه يتفقه في أمر الدين، لا تعرف الأركان، تعرف شروط الصلاة واجبات الصلاة وعلى الأقل سنن الصلاة. نأتي للتفصيل، سجود السهو سجدتين شو أقول فيها؟ أقول سبحان ربي الأعلى في أي سجود على القول الصحيح تقول سبحان ربي الأعلى، لكن سجود التلاوة له دعاء، سجود التلاوة له دعاء تقوله ثبت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام سجد وجه الذي خلقه وصور وشق سمعه وبصر بحوله وقوته وتبارك الله أحسن الخالقين. في زيادة ثانية تقول اللهم اكتب لي بها أجرا وضع بي عنها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبله مني كما تقبلتها من عبدك داود. وسجود السهو يكون للإمام أو لصلي بروحه. طيب أنا صلي مأموم وراء الإمام، أنا سهيت قعدت والإمام قام أو قمت والإمام جالس، ما عليك سجود سهو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإمام ضامن. هذا من فضل الله تعالى على صلاة الجماعة أنك تصلي وراء الإمام، الإمام يضمن هذا السهو إن شاء الله. سجود السهو مثل ما قلت سواء سهيت في النافلة سنة سهيت فيها أو سهيت بالفريضة اسجد سجدتين السهو وقل سبحان ربي الأعلى في السجدتين وتسلم. يسجد سهو الذي يترك واجب، تخيل أنا تركت التشهد الأول صليت الظهر ركعتين ما قعدت قمت للثالثة، هني ما يجوز إني أرجع أكمل الصلاة وأسجد سجدتين السهو، إن الواجب هذا اللي تركته اللي هو التشهد الأوسط تركته يجبره سجود السهو ولا يجوز إنك ترجع من ركن إلى واجب، واضح؟ أيضا في إحدى صلوات النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى فقام من التشهد الأول فنبي النبي عليه الصلاة والسلام كمل الصلاة وسجد سجدة، لكن لو أنا تركت ركن في الصلاة مثال تركت ركعة كاملة وقال لي واحد تركت ناسي ركعة وأنا ما زلت في المصلى أقوم أجيب ركعة وسجدتين للسهو. على الأقل يا متابعينا سامحون على الكلمة هذه، إذا ما عرفنا شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة شو نعرف؟ سجود السهو يكون قبل السلام إذا نقصت من الصلاة، يعني صليت رباعية خليتها ثلاث ركعات بعدين ذكروكم جبت الرابعة تسجد قبل السلام، إذا زدت في الصلاة يكون بعد السلام تسجد، أما إذا صليت خمس ركعات مثال زدت في الصلاة يعني هنا تسجد بعد السلام. شلون؟ يعني أسلم بعدين أسجد سجدتين بعدين أسلم. وللأسف حادثنا أذكر مرة من مرات صلينا خلف إمام والإمام هذا الله يهديه ويهدينا ويهديكم جميعا صلى خمس ركعات، نقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الأخ رافع الجام رافع الجام ومصنّش ومقفل ما بيرجع، يا أخي سبحان الله سبحان الله، هني ما يجوز إنك تقوم معاه الخامس إذا كنت تعلم علم اليقين إنها خمس ركعات ما يجوز تتابعه. لو صليتها خلف إمام وقام للخامسة وانت تعلم إنها خامسة هني ما يجوز إنك تقوم معه، اقعد لين يجلس وتسلم معه، إذا قمت معه خامسة وتعلم إنها خامسة صلاتك باطلة. أعيد وأكرر، تخيل صليت خلف إمام والإمام قام للخامسة ما يجوز تتابعه. أدري بعض الناس لو صلى ألف ركعة يمكن ما يدري عنه، لكن لو علمت إنها خامسة اقعد اجلس ولا تتابعه، إذا قمت معه الخامسة صليت خمس متعمد وتدري إنها خامسة. يقول سماحة الإمام الشيخ بن باز رحمه الله تعالى الصلاة باطلة إن صليت خمس ركعات. لكن لو صلى رجل مع الإمام خامسة وما يعلم أنها خامسة وتابع الإمام بعد الصلاة نبأوه أنت ما كنت تدري، ما عليك شيء أبدا، لكن يدري أنها خامسة يعيد الصلاة. خلاصة كلامي لو واحد صلى مع إمام الإمام سهى إمامنا هذا سهى صلى فينا خمس، إذا أنت قمت معه ولا ما تدري خمس أو ست صلاتك صحيحة، إذا كنت تعلم الصلاة لا تصح. سجود السهو ما في بعده تشهد، بعض الناس يسجد سجدتين وتشهد مرة ثانية، لا يقول سجدتين وتسلم بعدها. الحين ألخص لكم سجود التلاوة، سجود التلاوة سجدة واحدة ما فيها تكبير، إذا قاعد أقرأ قرآن
مرت بسجد تسجد بدون تكبير. سجود التلاوة اللي قاعد تقرأ قرآن أنت ومرت بآية سجدة، حط القرآن واسجد وارجع بدون تكبير وبدون تشهد، ومو سجدتين، سجدة واحدة. لأن نشوف البعض لما هو قاعد يقرأ قرآن ومر بآية سجدة يخلي القرآن يقوم يوقف ويكبر ويسجد سجدتين وتشهد، عسى ما شر. سجود مثل سجود الشكر، مناسب تحيات أو تكبر، تسجد شكر، دخلت قول طال عمرك تسجد شكر لله بدون تكبير. للأسف نشوف بعض الناس لما يسجد سجود التلاوة يقوم يوقف، يعني كأنها ربع صلاة. أخوي السنة في هذا السجدة بدون تكبير إلا إذا كنت تصلي تقول الله أكبر. أما لو كنت تصلي صلاة ومريت بعد سجدة إمام أو مأموم تقول الله أكبر تسجد الله أكبر تقوم، أما بدون صلاة بدون تكبير. أعيد النقطة هذه، سجود التلاوة إذا قاعد تقرأ قرآن واضح ومريت بسجدة حط القرآن اسجد بدون تكبير، لو كنت في الصلاة تكبر لأنها صلاة. سجود التلاوة لازم يكون على القبلة، ما يلزم لكن يستحب يكون على القبلة. لو بعض النساء كاشفة عن شعرها وتقرأ قرآن تسجد تلاوة يجوز ولا حرج إن شاء الله. اعتقاد عند بعض النساء أنها إذا كانت تقرأ قرآن لازم تكون مغطية نفسها ولابس الحجاب كما يقولون، وهذا اعتقاد خاطئ ولا يصح ولا يجب ولا يلزم. المرأة تبي تقرأ قرآن ولازم أنها تلبس الحجاب والخمار، لا ما يلزم، وما قال أنه يلزم عليه الدليل، وهذا قول إمامنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قبل لا أختم، تغرقنا بالمطر، سجود التلاوة سنة ليس بواجب، سنة. لو كنت بالسيارة مرت بسجدة التلاوة ما تسجد، ما عليك شيء. استمع القرآن، أنا قاعد أسمع حق زوجتي، أسمع حق بنتي، أسمع حق واحد هو سجد أنا أسجد معه، هو يكون إمامي وقدوتي في هذا السجود. دعاء سجود التلاوة، سجد وجهه الذي خلقه وصوره وشق سمعه بصره بحوله وقوته وتبارك الله أحسن الخالقين. دعاء ثاني، اللهم اكتب لي بها أجرا وضع بي عنها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. كنت محافظ الدعاء، ليش محافظ الدعاء؟ والله عيب. احفظ علقة دعاء سجود التلاوة، دعاء عظيم، والله عار علينا علقة دعاء سجود التلاوة العظيم ما نحفظه. نحفظ اسماء اللاعبين، نحفظ المغنين، نحفظ الاناشيد، نحفظ الشيلات، دعاء ما نحفظه. كنت محافظ الدعاء تقول سبحان ربي الاعلى في سجود التلاوه ويجزئك ولا حرج، لان اي سجود تقول فيه سبحان ربي الاعلى. سعيد جدا بصحبتكم اليوم، وانا اسف تغرقنا وذبحنا البرد. اسال الله تعالى يبارك فيكم ياجركم، مشكورين على متابعتكم، كلامكم طيب، نحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عشان ما انسى دعاء كفاره المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. في اضافه بسيطه، لو واحد سهى في صلاته سهو تذكر او نبؤوه قالوا له لكن فاصل طويل بعد فتره هي عيد صلاه كليه. في سؤال ورد الان مهم جدا، لو واحد كان يصلي خلف امام وفايته كم ركعه، سلم الامام قمت اكمل، اخطات هني تسجد سهو؟ نعم، يعني هذا لو أنا الآن أصلي خلف الإمام وسلم الإمام قمت أكمل وأنا قاعد أكمل أخطأت هنا علي سجود سهو أيضا.